بسم الله الرحمن الرحيم. مدرس مساعد نزار أصمت، مدرس مادة الميكانيك الصف الأول المرحلة الأولى كلية العلوم التطبيقية هيت تابعة لجامعة الأنبار. اليوم راح ناخذ المحاضرة الأولى فيما يخص مادة الميكانيك العام اللي ياخذها طلاب صف الأول. طبعا بس المعلومة أساسية انه هاي المادة الميكانيك هي راح تكون عامة، يعني محاضرة يستفاد منها تقريبا كل صف، طلاب صف اول كل الكليات، لانه ماده موحده والكل يقدر يستفاد منها. فبالبدايه نبدي كانترودكشن على اعتبار انه الطلاب راح ياخذون اول مره ماده الميكانيك. فنود يعني عرض ببساطه عن تعريف الفيزياء او شنو الفيزياء. فيزياء لفظ اشتق اصلا من كلمه اليونانيه فيزيكوس، والكلمه مشتقه من جذر فيزيس ويعني تعني طبيعه. فالفيزياء هو علم الطبيعيات، مجال دراسته يمتد من أصغر جزء بالكون اللي هو الكوارك الجسيمات الأولية، صعودا إلى النواة والذرة وإلى الجسيمات، ومنها إلى بقية الأجسام، مرورا بالنجوم والمجرات. فهو عمليا يهتم بدراستها أو يدخل بدراسة كل هذه الأمور، إضافة إلى الحالة دراسة الحالة الرابعة للمادة وهي البلازما. وضروري واحد يكون يعرف عن يعني بعض يعني اشهر علماء الفيزياء اللي هو نيوتن، اللي هو مشهور اللي طلع قوانين نيوتن في الميكانيك واللي سوت نقله علم الفيزياء، اضافه الى تفسيره للضوء وما هو، وان كان تفسيره مو صحيح لكن خلى اساس يعتمد عليه في مجال يعني دراسه الضوء وخواص الضوء. وطبعا لا يخفى على اغلب الناس يعني واحد من اشهر علماء اللي موجودين اللي اتوا بعده اللي هو اينشتاين، واللي طلع النظريه النسبيه صاحبه يعني صاحب الشهره العاليه. وفي الاخير يعني ايضا العالم ستيفن هوكنز البريطاني اللي توفي قبل فتره مو طويله، واللي ايضا كانت عنده اراء ونظريات يعني متقدمه في مجال الفيزياء استفاد من عندها المجتمع العلمي. مادة الفيزياء أو الفيزياء بصورة عامة يعني علم ضخم له الكثير من التطبيقات والمجالات اللي يدرس ضمنها. واحدة من أهم الأمور اللي يدرسها الفيزياء هو مسألة النواة أو المكونات الأساسية للذرة واللي هي نواة الذرة. فحتى يقومون بدراستها قاموا بتصنيع واحد من اغلى الاجهزه اللي موجوده بالعالم، واللي هو الصاعد الهيدروني الكبير اللي نشوف صورته الى الاسفل جزء من عنده، هذا احد الكواشف المستخدمه. والصوره العليا تمثل مكان وجوده اللي هو يعني كان المعجل اللي يعتمد عليه حلقه بحدود اكثر من 50 كيلومتر قطرها، ويقع بين دولتين هي النمسا وعفوا السويد و فرنسا. وكان هذا اكو جدل علمي كبير على انه بدايه تشغيله هل يتم تشغيله او لا، لانه هذا المعجل كانوا يتخوفون علماء انه في حال تشغيله واجراء بعض التجارب ممكن يولد ثقب اسود صغير ينمو ممكن يبتلع الكره الارضيه ويبتلع المجموعه الشمسيه تباعا. لكن الجدل العلمي هذا انتهى بتشغيل المعجل، والان هو فعال و الى يعني ابحاث ونتائج يعني كبيره ولها اثر كبير في فهم يعني الفيزياء الحديثه. مما يجب الاشاره الى انه هو موجود او تم يعني بناءه على عمق 100 متر تحت سطح الارض حتى يتجاوزون مساله الاشكالات اللي ممكن تصير او اي مشكله تصير اثناء التجارب. من الامور الاخرى اللي نحتاج نعرفها خصوصا طلاب صف اول اللي هو measuring system and units. بالفيزياء عندما نقول انظمه القياس والوحدات، اي ظاهره فيزيائيه نلاحظها ما نكتفي احنا كفيزيائيون انه نلاحظها، وانما هذه ما يعني ما تكون مكتمله الا نظل نبقى ندرس بها حتى تكون عندنا نلقي في طريقه معينه او اليه حتى نقيس الصفات الفيزيائيه لهي الظاهره، سواء الظاهره المغناطيسيه، الظاهره الكهربائيه، الظاهره النوويه. فاول شيء نحتاج نحط اسس لقياس الصفات الفيزيائيه لهي الظاهره.
طبعا هذا يترتب عليه انه يكون عندنا ادوات قياس حتى تقيس، وهذه ادوات القياس لازم نسوي لها وحده قياس كما هو يعني معروف متعارف عليه سواء بالمغناطيسيه او بالكهربائيه. طيب فأنظمة القياس طبعا هناك عدة أنظمة، منها النظام الإنجليزي اللي يعتمد على الفوت اللي هو القدم، ويقاس الكتلة مالته بالرطل، ويقاس الزمن عنده بالثواني. النظام الـ SGS والنظام وحدات الأصغر يقاس الطول بالسنتيمتر، وتقاس الكتلة بالجرام، وتقاس أيضا الزمن بالثانية. أما نظام الـ MKS يسمى نظام الدولي للوحدات، يقيس الطول بالمتر، تقاس الكتلات بالكيلوغرام، ويقاس الزمن بالثانية. طبعا احنا بالنسبة لنا في العراق نعتمد الوحدات يسمى النظام العالمي هو النظام الأخير، في حين انه النظام الإنجليزي لا زال يستخدم في بعض الدول مثل الولايات المتحدة، ما يعطي النظام اللي هم أصلا أخذوه من البريطانيين، لأنه أصلا الولايات المتحدة يعني كانت علاقتها ببريطانيا قوية أثناء فترة نشوئها، فبقى العلماء يستخدموها ويستخدمون الإنجو إلى آخره. نظام الوحدات القياسية الـ SI هو النظام الأوسع انتشارا بالعالم، ويستخدم كل بلدان باستثناء الولايات المتحدة مثل ما قلنا. وهاي الوحدات الأساسية هي الآتي اللي هو المتر اللي يستخدم لقياس الطول، والكيلوغرام يستخدم لقياس الكتلة، الثانية قياس الزمن، الأمبير لقياس التيار الكهربائي، الكلفن لقياس درجة الحرارة المطلقة، الكاندل أو الشمعة تستخدم لشدة قياس شدة الإضاءة، أما المول ف يستخدم لقياس كمية المادة. طبعا لأنه هناك قلنا احنا النظامين هم الشهير، النظام الأمريكي والنظام العالمي، فهذا الجدول يبين لنا بعض الفروقات بين النظام العالمي والنظام الأمريكي. الطالب قد يتساءل أو الشخص يتساءل عن شو أسوي بهذه التحويلات. احنا شفنا في بعض الكتب المنهجية خصوصا الأمريكية أنه من يجي يعطي مسألة أو مشكلة ونريد نحلها احنا، الوحدات اللي مطينا اياها يعني بالوحدات الامريكيه، ما محاولها النظام الوحدات الاس اي، وهذا يعني لازم يسببنا اشكالات بالحل او فهمنا للحلول، فنحتاج نحول الى الوحدات العالميه. طبعا اكو مساله اخرى، واحدة من المشاكل اللي ممكن تصير عندما واحد يروح يدرس في دوله اخرى، مثلا يكمل الولايات المتحده ويشتغل في مجال اخر في الولايات المتحده، إذا ما كان عنده القدرة إنه يحول بين الوحدات ما راح يفتهم شنو اللي يصير، راح يشوف أرقام غريبة عجيبة تطلع عنده، وممكن تكون عنده نتائج مو صحيحة تتولد أثناء الحلول، بل إنه يختلف يعني عما هو متوقع. فعلى كل حال أكو بعض الأمور أو بعض الوحدات اللي أساسية اللي واحد المفروض ينتبه لها، أهم شيء اللي هو الوزن. الوحدة الأساسية اللي موجودة بالولايات المتحدة هي الأونسة، الواي يعني كل واحد أونسة يساوي 28 جرام، وهذا احنا نسمع عنه دائما انه بالسعر العالمي للذهب يقولون سعر الأونسة اليوم كذا دولار، فالأونسة هي تعادل 28 جرام. أما الباوند كل واحد باوند يساوي لنا 453 جرام، والواحد طن يساوي 907 كيلو جرام، أقل من 1000. اما بالنسبه لدرجات الحراره فانه كل واحد فهرنهايت، النظام الامريكي يعتمد الفهرنهايت، يعني عندما نقول درجه صفر فهرنهايت فمعناتها ناقص 17.78 او 78%، وكل 10 فهرنهايت يساوي ناقص 12.22%، يعني الزياده مو قفزات بيها، وانما ماكو يعني صيغه بسيطه، لكن شنو حتى نحول نلقي احنا عندنا المعادله الموجوده جوا، معادله تحويل للحراره، فعندنا اذا كان عندنا درجه حراره بالسيليزيوم نحولها للفهرنهايت، فنقسم 9 على 5 ونضرب درجه السيليزيه ونجمعها مع 32، فراح يحول لنا الدرجه من سيليزي الى فهرنهايت. اما اذا بدنا نسوي عكس، اذا ردنا عندنا درجة حرارة بالفهرنهايت نريد نحولها إلى السيليزي، فراح نقسم بالعكس نسوي 9 على 5 مضروب في القوس اللي هو داخله درجة فهرنهايت ناقص 32، وبهذه الطريقة راح نحول نحول درجة الحرارة بين السيليزي وبين الفهرنهايت. وفي حال إنه احنا نريد نحول
الاوزان، فنلجا الى الجدول اللي هو اللون الابيض هنا، اللي هو عندنا كل واحد اونس يساوي 28 جرام، كل واحد باوند يساوي لنا 453 جرام، وكل واحد طن يساوي 907.2 كيلوغرام. الامر ما يتعلق فقط بالاداره، نقيس الوحدات بالنسبه للوحدات، لا يتعلق فقط باستخدام الاوزان ودرجات الحراره، لا يتعدى الى انه قياس الزاويه المستويه. فهناك يعني نظام اساسي لقياس درجه، او اولا النظام الستيني، وهذا النظام يقسم محيط الدائره الى 360 درجه، كل جزء منه يسموه مطلق اي درجه، وهذا مشهور عندنا ويرمز له بال هذا الرمز. وكل درجة تقسم إلى 60 دقيقة ويرمز لها بالرمز الآخر اللي عندنا هنا، وأيضا كل دقيقة تقسم بدورها إلى 60 ثانية ويرمز لها هذا الرمز. فالزاوية تكون مثلا 23 درجة و42 دقيقة و34 ثانية كما هو موضح. النظام الثاني طبعا هذا نظام الستين أو نظام الدرجات. النظام الثاني هو نظام الزاوية نصف قطرية، النظام الدائري. هذا النظام تقاس الزاوية بدلالة طول القوس اللي يقابل الزاوية، يعني الراديان أو ما يعرف عليه بالراديان، بحيث إنه دورة كاملة تساوي لنا 2 باي، وهي النسبة الثابتة اللي هنا نقصد باي اللي هو 3.4. وعليه كمثال يعني بسيط نقدر نشوفه. فكل 360 درجة تساوي لنا 2 باي راديان، ومعناته كل واحد درجه 2 باي على 360 قسم، فيصير يختصر يصير باي على 180، اللي هو قلنا باي 3.14% على 180 فيساوي لنا 0.017453 راديان. اما راديان هاي في حال نحول الدرجه الى راديان، اما اذا نحول ال1 راديان الى ديجري، فيصير عندنا 360 على 2 باي، وبالنتيجه يعني هو 180 على باي، 180 على 3.14، فراح يساوي لنا 57.295 الدرجه. وهذا الجدول يمثل بعض الزوايا او يعني ال 360، 270، 180، ال 90، ال 60، ال 45 اعتمادا على معادلات التحويل اعلى. الآن نجي إلى موضوع آخر لا يقل أهمية اللي هو موضوع الكميات. بالفيزياء أكو نوعين إحنا نعتمد عليها ونتعامل بها مع الكميات. فهناك أكو الكميات العددية أي والكميات المتجهة أو لديها اتجاه. الكميات العددية مثل الكميات تعرف عن طريق بس فقط المقدار، مثلا درجة الحرارة عندما نقول مثلا 10 درجات سيليزي أو 10 درجات فهرنهايت، فنكتفي بذكر يعني القيمة مالتها والوحدة. كذلك الزمن، نقول الزمن هو يعني 5 ثواني أو 10 ثواني. نفس الشيء بالنسبة للشحنة، الشغل، القدرة، كل هذه الكميات تعتمد على أنه فقط نذكر الكمية والوحدة مالتها، ما نحتاج أكثر من هذا التعريف. في حين أنه أكو كميات أخرى، كميات المتجهة اللي تعرف عن طريق كل منها المقدار والاتجاه، يعني فقط ذكر كميتها لا يكفي، مثل الإزاحة والسرعة والتسارع أو التعجيل، القوة، كمية التحرك، هذا كليته ما يكفي إنه فقط إنه أنا أرجع أقول إنه الإزاحة 5 متر. طب 5 متر لازم نعرف بأي اتجاه، بالشمال، بالجنوب، يعني بأي زاوية نحكي. نفس الشيء السرعة، خصوصا السرعة إنه راح نشوف بعدين إنه السرعة تتضح أهمية الاتجاه بالحركة الدورانية، لأنه بالحركة الدورانية ممكن يكون عندنا السرعة ثابتة لكن التسارع متغير. السبب انه بالحركة الدورانية راح يكون عندنا متجه السرعة متغير، في كل لحظة يكون الى اتجاه يختلف عن اتجاه اللي سبقه. وسبب تغير الاتجاه مو القيمة، يعني كأنه سيارة تفتر حول دائرة، خلينا نقول بسرعة 10 كيلومتر بالساعة، حتى اذا بقت تفتر بسرعه 10 كم بالساعه، لكن في كل موضع من المواضع اللي الدائره راح يكون شنو؟ راح يكون عندها متجه سرعه مختلف، راح يترتب عليه التسارع. سبب هذا التسارع هو وجود التغير بالاتجاه مال السرعه.
وعلى كل حال فاحنا يعني من يكون عندنا متغير مثلا الف باء او متجه فراح يكون عنده الى قيمه والى شنو الاتجاه. احيانا الاتجاه يعني حتى يكون دقيق نوصف بالزاويه، نقول هو مثلا متجه مقداره 5 سنتيمتر وبزاويه 37 درجه، فاحنا من نقول 37 درجه نقصد انه الستاندر العالمي هو عن محور اكس الموجب، يعني مو عن محور اكس السالب، وانما الدرجه تقاس 37 درجه، نقول 5 سنتيم وبزاويه 37 درجه نقصد 37 درجه عن محور اكس. الان نحن نحتاج نحكي على موضوع اخر او يعني اساس بعض الاسس اللي مهمه لازم نعرفها بخصوص الطريقه اللي نتعامل معها بالفيزياء او بنريد نحل مسائل او مشاكل، هو كوردينيت سيستم، نظام الاحداثيات. شو نقصد بنظام الاحداثيات؟ حتى نبسط الموضوع، نظام الاحداثيات احنا اكثر شيء مشهور عندنا هو الاكس والواي والزد، يعني موضع نريد نحدد موضع جسم معين او اتجاه حركته، فنحتاج على اقل تقدير يصير عندنا الكوردينيت سيستم اللي هو الكارتيزيان، فهو ثلاث انواع، اكو انواع نوع الكارتيزي اللي هو الاكس والواي والزد، وهذا اشهر الانواع اللي حتى الطلاب يعني اللي يجون خلينا نقول من الاعداديه يكون عنده فكره عن الموضوع. النوع الاخر او النظام الاخر موجود هو النظام الاسطواني. طبعا النظامين سواء الاسطواني والكروي او القطبي اللي هو الكروي هنا يعني نقصد به، هذه انظمه غير مشهوره او بالحقيقه تعالج حالات خاصه موجوده بالواقع، ما نقدر نوصف حركتها بصوره سلسه وسهله بالكارتيزي، مع انه ممكن نستخدم نظام الكارتيزي بدل الاسطواني، وممكن نستخدم نظام الكارتيزي بدل الكروي، لكن حتى نوضح الفكره على يعني مدى اهميه خلينا نقول النظام الكروي او سهولته قياسا مع انه نحتاج بالنظام الكارتيزي. النظام الكروي اساسه هو نقطه الاصل، طبعا ثلاث انظمه هم يعتمدوا على نقطه الاصل اللي هو 0 0. الفرق انه بالكارتيزي الى اكس واي وزد، في حين انه الاحداثيات القطبيه او الكرويه البولار كوردينيت ار وثيتا وفاي. ار هنا اللي راح نشوفه هنا على اليمين اللي هو الكروي، طبعا هذا هو تتسيد الى ايضا جوا، هنا تتسيد عفوا النظام الكوردينيت يعني الاسطوانيه سلندريكال كوردينيت. فهنا لو اردنا يعني نوصف حركه مثلا نقول قمر صناعي، واعتبرنا انه نقطه 0 0 هي مركز الارض، ونفس الشيء بالكارتيزي 0 0 اللي هي نقطه السنتر مال الكره الارضيه. هسه احنا اذا كان القمر الصناعي فوقنا، فببساطه شديده القمر الصناعي دائما يكون عنده ارتفاع ثابت عمليا على سطح الارض. لكن من اللي يتغير به؟ تتغير به الثيتا اللي يفتر بها حول الكره الارضيه والفاي. فاحنا ما نريد نوصف حركه القمر الصناعي راح نحتاج اما نعرف بس الثيتا او بس الفاي او كلاهما، اي انه نحتاج نعرف متغيرين فقط حتى نوصف حركة القمر الصناعي وموقعه بالنسبة للكرة الأرضية. لكن لو أريد نوصف موقع القمر الصناعي نفسه بالنسبة للنظام الكارتيزي راح تصير لنا إشكال، لازم عندنا الأكس والواي والزت يتغير بكل لحظة بما أنه هو يدور حول الكرة الأرضية، فراح نطب بإشكال أنه راح نحتاج بدل ما نستخدم فقط الفاي والثيتا اللي هو هنا يعني متغيرين حتى نتعامل معهم، راح اضطر اتعامل بالكارتيزي مع ثلاث متغيرات اللي هو اكس واي وزد. طبعا هذا راح يولد يعني تعقيد وين بعمليات الحساب اللي انا اعتمد عليها بحل المسائل او المشاكل والى اخره. فالكارتيزي هو الاشهر واللي هو يعني باعتبار طلاب صف اول او الماده اصلا تدرس طلاب صف اول راح نعتمد عليه اكثر شيء بدراستنا، لكن مستقبلا خصوصا كل من يدرس ماده الفيزياء راح يعني راح يحتاج على اقل تقدير النظام الكروي، خصوصا من يريد يوصف حركه الالكترون حول النواه او حول الالكترون بالذره. راح نلاحظ انه خصوصا في ماده ميكانيك الكم راح يلاحظ انه المعادلات والاشتقاقات اللي راح تواجهها او الامور اللي راح يحتاجها راح يتعامل مع النظام الكروي، لانه اسهل وصف حركة الإلكترون في المجال مالته حول النواة أو حتى يمثل لنا الذرة
طبعا يبقى النظام الاسطواني حاله خاصه، خلينا نقول هو الهجين بين الاثنين، له حالات خاصه جدا، لكن هو ايضا نظام موجود. فانا هسه راح نيجي ناخذ يعني ببساطه شديده نظام الكارتيزي، نصير مراجعه خلينا نقول سريعه عليه حتى ما ننسى، لانه راح نحتاجه بعدين، نحتاج يعني نحتاجه بكثره من نتعامل ويا المتجهات. فانا هسه لو عندي جسم موجود في يعني في المستوى اكس واي، راح يكون له نقطه اللي هي اكس، والى يعني حتى احدد مكانه بالضبط خلال هذا المستوى اللي هو بين اكس الموجب والواي الموجب، احتاج انه شنو احدد نقطه الاكس الى والواي. هذه الطريقه الاخرى نقدر يعني هذه تكون كافيه عندي حتى اوصف موقعه، او احتاج او ممكن الجا الى طريقه اخرى انه القي شنو القي مقدار هاي المسافه او ار احنا نرمز لها بكثره، اللي هو يسوون اكس تربيع زائد واي تربيع تحت الجذر او ما يشبه المحصله يعني مالتها. فهذا عندنا بعض الامثله البسيطه اذا بدنا نوصف هذا الجسم موجود هنا، راح نلاحظ انه هو 3 و2 يعني 3 باتجاه الاكس، هذا الاكس اكسس الى 3 وباتجاه الواي الى 2، ونفس الشيء طول هذا المتجه مالتنا السهم الاسود راح يكون اللي نسميه ممكن نسميه اي حسب 3 تربيع زائد 2 تربيع تحت الجذر. نفس الشيء اذا كان في المستوى السالب يعني اكس ماينس واي بوزيتيف، راح مثلا سالب 1 4 نفس الامر ينطبق عليه. نفس الشيء اذا كان احنا يعني من نجي نشتغل بالكارتيزي نقول هذا الربع الاول، الربع الثاني، الربع الثالث، الربع الرابع وهكذا. فهو هذا حيكون عندنا اذا كان عندنا جسم بالربع الرابع فراح يكون 2 بالبوزيتيف ناقص 4 بالنيجاتيف، راح يكون عندنا يعني الاحداثيه مالته اللي نحتاجها. طيب هذا اللي المثال اللي مضى او اللي سبق كان هو عندما نريد ابسط حالات النظام الكارتيزي اللي هو فقط اكس واي. هسه العالم حقيقه هو اعقد، هو ماكو جسم نقدر نوصفه بالعموم ب يعني اكس واي، وانما لانه احنا نعيش في يعني عالم 3 دايمنشن، فيكون عندنا اكس واي وزد ثلاث محاور موجوده عندنا بالنظام الكارتيزي نعتمد عليه. نفس الشيء هذا اذا كان نريد اذا كان الجسم بهاي النقطه فراح نحتاج ثلاث احداثيات حتى نوصفه، واحد يكون محور اكس والثاني في محور واي والثالث على محور زد، فراح يصير عندنا اي اكس واي 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 زد، فثلاث قيم له. وذاك الوقت يصير هذا الاحمر او الخط الاسود الاحمر اللي هو المتجه مالتنا مقدار قيمة هذا المتجه اللي هو اي، راح يسوون اي تربيع اي سب اكس سكوير زائد اي سب واي سكوير زائد زد سب واي سكوير، هذا هو تحت الجذر نقدر نعرف قيمة هذا المتجه اللي يمثله. فهو اما بثلاث قيم اللي هو اي هذه تكون كافية، او بالطريقة الثانية قيمته، طبعا احنا بدنا نحكي قيمة فقط، نلاحظ هنا هو موجود تحت يعني ما يسمى القيمة المطلقة. ليش؟ لانه الاتجاه مالته راح نحتاج هسه هنا زاويتين راح نشوفها بعدين، وحده من الزوايا تكون وين؟ ويا محور ويا محور اكس اللي هو هذا، وحده نحتاجها ويا محور زد. يعني حقيقه اقرب ما يكون للنظام يعني البولار او النظام الكروي، هم راح نرجع كانه راح نعتمد عليه. على كل بالنتيجه الظل مال هذا اذا واحد ينتبه بال3 دايمنشن، الظل مال المتجه اي على مستوى اكس واي نقدر نطلعه انه نقول هو عباره عن اكس تربيع زائد واي تربيع كلهم تحت الجذر، وهذا هو اي زد راح يكون. المهم فاذا كان جسم عندي بهاي النقطه، فاما قلنا نقدر احدد مكانه بهاي النقطه بوحده من الطريقتين قلنا السابقه، انه اما اقول هو عباره عن اي اكس زائد عفوا اي اكس والى اي واي واي زد، او اللي هو هذه تكفي، او اقول هو عباره عن اي اكس سب اكس سكوير زائد اي سب واي سكوير زائد حتى اطلع منه اطلع المتجه مالته، فهذا فقط قيمته او مقداره، والاتجاه مالته نحسب وحده الزاويه اللي هذا الظل يساوي مع محور اكس اللي هنا راح تكون، والظل عفوا من ظل عفوا المحور اي مع زد. نرجع ناخذ او حتى
نحكي شوية يعني إضافية عن الإحداثيات الكارتيزية وإحداثيات الأسطوانية. إحنا سبق وقلنا قلنا أي حالة نريد نوصفها نقدر نوصفها إما بالإحداثيات قلنا الكارتيزية هي كافية، يعني إحداثيات كارتيزية نقدر نوصف بها أي أنواع نوع من أنواع يعني تحديد موقع إلى وصف الحركة. لكن قلنا أحياناً إحنا نحتاج إذا كان لنفرض عندي جسم يتحرك حول أسطوانة فقط، حركته ما معقدة وإنما حركة بسيطة، يعني على محور الأسطوانة أو داخل الأسطوانة ما يطلع عنها، يعني هذا مجال حركته داخل الأسطوانة صعودا أو نزولا. ذاك الوقت ما راح يحتاج أكثر من شنو إنه أستخدم يعني فقط حتى أوصفه دلالة R أحتاج، والثيتا اللي هو R يعني دائما نقصد ثيتا المسافة بين R وبين شنو بين محور X، يعني تبقى الثيتا هي هنا الأساس اللي شنو نقيس على ضوء الزاوية. فراح نحتاج ثلاث إحداثيات حتى أوصف موقع هذا الجسم داخل هذا السلندر اللي يتحرك داخله. خلينا نقول يعني كمثال بسيط، إذا عندنا أنبوبة اختبار الداخل هي أكو مثلا عوالق أو بكتيريا وتفترق هاي البكتيريا، فهاي البكتيريا الحدود اللي مسموح تتحرك بها داخل أنبوبة الاختبار، وأنبوبة الاختبار هي أسطوانية، فأنا لو أريد أراقب حركة هذا يعني البكتيريا أو البارتيكل داخل هذا السلندر، فما أحتاج إلا أخذ ثلاث معلومات اللي هو لأن ممكن في لحظة ما إذا كان R ثابت فبس أحتاج إنه أتابع منه، أتابع ثيتا وأتابع Z في حال كان ارتفاع عليه يصعد، مثلا فقاعة نفرض فقاعة داخل الأسطوانة ده ترتفع كل شوية، فالمعلومة الوحيدة اللي أحتاج أغيرها هي منه هنا راح تكون Z، راح تكون R وثيتا راح تكون ثابتة. طبعا يجي واحد يقول أنا ما أريد أعتمد النظام الأسطواني، يقول له أوكي ما مشكلة، أو يجي واحد يقول أنا عندي هاي الحركة زميلي انطاني إياها مراقبها عنده بارتيكل هنا كنا من يعني عوالق أو يعني جسيم بالفضاء ده يتحرك ومنطاني منطيني إياها بالإحداثيات الكارتيزية الحركة مالته هو مسجلها على مدى مثلا ساعة كاملة عند الإحداثيات X و Y و Z. أنا ما أريد X و Y و Z، أريد أحولها إلى إحداثيات أسطوانية لأنه أسهل إلي بالتعامل على اعتبار أنه فقط تتغير مثلاً الثيتا إلى هذا الجسيم أو هذا البارتيكا. يقول لا ماكو مشكلة، أكو عندنا معادلات تربط معادلات الإحداثيات الأسطوانية بدلالة الإحداثيات الكارتيزية. يعني شنو؟ أنا إذا عندي إحداثيات الكارتيزية مال أي جسيم اللي هي عادة تكون كارتيزية قلنا هو X و Y و Z على اعتبار أن نحكي 3 dimension، فحتى أطلع قيمة R لهذا R المتجه R هنا ايش احتاج؟ اقول هو يساوي X تربيع زائد Y تربيع كلهم تحت الجذر، فطلعت عندي قيمة شنو؟ قيمة R. Z هو نفس قيمة Z ما راح يفرق شيء. اريد اطلع مقدار الزاوية ثيتا، اقول مو مشكلة ثيتا يساوي tan inverse Y over X. فبهالطريقة بهاي المعادلات قدرنا نحول منين؟ من الاحداثيات الكارتيزية حولناها الى احداثيات شنو؟ قطبية، يعني X Y و Z تتحول الى R اللي tan inverse ال y over x راح صار ثيتا، ال z بقى نفس z ما افترض ما هي. يجي واحد يقول لا، يقول انا عندي غير حاله، عندي عكس الحاله السابقه، انا عندي احداثيات اسطوانيه، عندي حركه ضمن احداثيات اسطوانيه وانا اتحولها كارتيزيه، ما اريد اشتغل بالاحداثيات الاسطوانيه، عندي بعض المعادلات وبعض يعني الحسابات احتاج احولها الى احداثيات شنو عفواً كارتيزية. نقول له ماكو مشكلة، أكو معادلات اللي تحول من إحداثيات الأسطوانية إلى الكارتيزية. فإذا كان أنا عندي جدول بإحداثيات أسطوانية اللي هي حتكون R وثيتا وفاي، عفواً R وثيتا وZ، فX راح يساوي R كوساين ثيتا، Y يساوي لنا R ساين ثيتا، وZ راح يبقى يساوي لي Z. فهذا ما يتعلق بالإحداثيات الأسطوانية أو السندريكال. ننتقل إلى الإحداثيات الكروية أو البولار اللي هو قلنا يعني راح نحتاجها بشدة مستقبلا عندما تتطور، يعني في دراسة الفيزياء خصوصا، يعني اللي أي واحد يدرس كوانتم ميكانيك أو إلى آخره أو حركة الإلكترونات أو متابعة الأجرام السماوية،
فبهاي الحالة راح يكون عندنا شنو؟ راح يكون عندنا ثلاث متغيرات اللي هو الـ R هذا اللي بدنا نشوفه هنا والثيتا والفاي. فالـ R هو النقطة اللي حتى نوصف موقعها يعني نقدر نوصف بدلالة تحصر R وثيتا وفاي. هسه أنا إذا عندي جسم حركته أو موقعه على أقل تقدير واصفيه بدلالة الـ X والـ Y والـ Z، وإجا واحد أو إحنا احتاجين إنه نحل فبمسألة ما باستخدام الإحداثيات الكروية، فايش راح نقول؟ هنقول ماكو إشكال نقدر نحوله من إحداثيات الكارتيزية باستخدام معادلات التحويل إلى إحداثيات الكروية. فإذا أنا عندي X Y و Z أتحولها إلى إحداثيات كروية، فـ R هنا راح يسوي لي X تربيع زائد Y تربيع زائد Z تربيع الكل تحت الجذر، في حين إنه ثيتا من اللي طلع هنا هم راح تساوي tan inverse y over x، واخيرا الفاي راح تساوي كوساين انفرس z over x تربيع زائد y تربيع زائد z تربيع الكل تحت الجذر. هذه نحول بها من الاحداثيات الكارتيزيه الى احداثيات الكرويه، هي المعادلات المعتمده. اما اذا يجيني واحد اخر يقول لا، يقول انا عندي جرم سماوي او عندي الكترون او الى اخره، عندي الى مشاهدات ومتابعات، واحد من العلماء مستخدم الاحداثيات الكرويه وانا اريد استخدم احداثيات كارتيزيه، اسهل الي، عندي معادلات، عندي بعض الامور احتاج اسوي بها يعني اعتمد بها الاحداثيات الكارتيزيه، نقول لا ماكو مشكله، اكو معادلات ايجاد الاحداثيات الكارتيزيه بدلاله احداثيات كرويه، يعني نحول الكروي الى كارتيزي. فانا ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا اكس راح يساوي ار كوساين ثيتا ساين فاي، في حين انه الواي واي ساين ثيتا بدل كوساين ثيتا ساين فاي، وبالاخير الزد راح يساوي ار كوساين فاي. فهذا صار عندنا الان ثلاث احداثيات او عفوا طرق يعني نقدر نقيس بيها او نحدد بيها سواء موقع او حركه او اتجاه اي جسم او قوه، لانه احنا راح نشوف مستقبلا انه احنا لما بدنا نحكي على المتجه مثلا ار، هنا ار ممكن تكون قوه، ممكن يكون تعجيل، ممكن يكون اتجاه سرعه، يعني احنا بدنا نحكي في ابسط الحالات حاليا، لكن مستقبلا تدريجيا ويا تتابع دراستنا راح نشوف ان الامور راح تختلف يعني في حاله دراسة. قلنا احنا بالنسبة للإحداثيات الكارتيزية والإحداثيات القطبية والإحداثيات الكروية كلهم يشتركون بعامل مشترك اللي هو الـ R اللي هو المحصلة مالتنا، في حال كنا بدنا نحكي على قوة أو كنا حتى بدنا نحكي على مجموع سرعة لجسم جسم ما. تدريجيا أو في المحاضرات القادمة راح نلاحظ انه اذا كان عندنا النظام الاحداثي الابسط اللي هو الكارتيزي راح نتعامل وياه، راح نتعامل ويا القوى، راح نتعامل ويا السرعة، راح نتعامل ويا من؟ ويا التعجيل. فاحنا سبق وذكرنا انه هذه اللي ذكرتها القوه والسرعه والتعجيل كلها هذه احداثيات او متغيرات تمتلك مقدار واتجاه. فحتى نقدر ندرس هاي الامور او هاي الظواهر لازم نعتمد على قلنا على مسالتين، نعرف مقدارها ونعرف اتجاهها. حتى نقدر نحول نتعامل وياها لنفرض عندي قوتين مسلطه على جسم ما، انا ايش راح احتاج؟ راح احتاج انه احولها الى احللها، يعني هذه القوه اللي هي هذا الاتجاه كابسط مثال اللي هو يعني نعتبره فيكتور، اللي هسه بماني الموضوع سميته فيكتورز يعني اللي راح نحتاج ندرسه بالتفصيل بالمحاضره القادمه، لكن بس حتى تكون واحد عنده صوره اوليه. ابسط مثال بدنا نحكي عليه اللي هو حاجتنا للفيكتورز او اللي هو مثلا وين بالقوه، شخص ده يسحب عربه، مقدار القوه اللي دي مثلا خلينا نقول مقدارها اف، هذه القوة حتى نقدر نتعامل وياها إذا جت قوة ثانية خلينا نقول تسحب العربة بالاتجاه الآخر باتجاه معاكس لاتجاه سحب الشخص، أنا هذه ما أقدر أتعامل وياها بصورة يعني بالزاوية اللي هي بيها، فش لازم أحولها؟ أحولها إلى
مركبتين، واحدة باتجاه اكس، واحدة باتجاه شنو؟ واحدة باتجاه واي، حتى اذا كانت اكو قوة تسحب العرض باتجاه اخر راح تكون يعني نطرحها مع القوة باتجاه اكس. فمن فوائد الفيكتورز انه نقدر نحوله او نقسمه لنا الى واحد باتجاه اكس واحد باتجاه واي، المركبتين يعني عفوا. فالمركبة اللي باتجاه راح تصير اف كوساين ثيتا، اللي هي الثيتا تساوي لنا مقدار الزاوية مع محور اكس، وباتجاه واي راح يكون اف ساين واي. هذا راح نبدي تدريجيا ناخذ المتجهات وندرسها بالتفصيل، اللي هو الجمع والطرح، ونعرف اكو اكثر من نوع من انواع الطرح راح نتعامل وياها. مثال الاخر الواضح لاهميه الفيكتورز، انه انا لو عندي نظام بكرات، عندي ثلاث كتل، هاي كتلتين واكو كتله ثالثه، وهاي الكتلتين يعني قدرت توازن الكتله الثالثه، فحتى اقدر اعرف ايش قد اخذ اخلي هنا، او ايش قد هاي الكتلتين، خلينا نقول هذه اف 3، ايش قد المفروض تكون هاي الكتله وهذه الكتله. فايش احتاج؟ احتاج احلل هذا السيستم اللي عندي اللي هو يكون ثابت، فحوله الى فيكتورز. واحد هذا اللي يجيب اف 3 يصير هنا، والاف 2 يكون هنا، والاف 1 يكون هنا، واحلله كل مركبه الى اكس واي، والقي مقدار القوى على محور اكس واحد، على محور واي واحد، نتعامل اللي راح نشوفه بالمحاضرات القادمه ان شاء الله. فقط يعني حبيت ان يكون عنده فكره اساسيه عن الموضوع اللي او المواضيع اللي راح نتعامل وياها بالمحاضره الثانيه ان شاء الله في القريب العاجل. فهذه يعني نهايه هنا، نوقف بالنسبه لمحاضرتنا الاولى. ارجو ان نكون استفاد من عدها، وان شاء الله نتابع موضوع الفكتورز بالتفصيل في المحاضره الثانيه. شكرا.